ذكرت وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن الحكومة ديونا لديها بقيمة جمعت 7.8 مليار دولار منذ 7 أكتوبر الماضي. أضافت الوزارة في بيان أن ما يزيد عن قليلا عن نصف هذا المبلغ كان ديونا مقومة بالدولار تم جمعها في إصدارات في الأسواق الدولية. يذكر أن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بنحو 6 مليارات دولار في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع العجز خلال آخر 12 شهرا إلى 2.6%. يأتي ذلك وسط تحذيرات من وكالات تصنيف ائتماني من أنها قد تخفض تصنيفات إسرائيل إذا تدهورت المؤشرات الخاصة بالدين.